شوف ده ازاي اجيب نقطة تقاطع خط مستقيم مع مستوى. يعني ادي المستوى اهو. هديك معادلة المستوى وهديك معادلة الخط المستقيم اللي بيتقاطع مع المستوى ده في نقطة. أنا عاوز أجيب النقطة ديت، هيبقى مديك معادلة الخط المستقيم وليكن L، ويديك معادلة المستوى اللي هو بعمل إيه يا جماعة؟ الخطوة الأولى يبقى خطوات إيجاد نقطة تقاطع خط مستقيم مع مستوى. رقم واحد، بنضع معادلة الخط المستقيم على الصورة البارامترية اللي هي البارامتريك فورم، اللي هي البارامتريك فورم. رقم اثنين، بنعوض من الصورة البارامترية للخط المستقيم في معادلة المستوى. يبقى أنا هحط الخط ده على الصورة البارامترية وأعوض بالصورة البارامترية دي، يعني بشيل كل إكس وواي وزد في المستوى أهو في معادلة المستوى، بشيل كل إكس وواي وزد وأعوض عنهم بالصورة البارامتريك اللي أنا جايبها منين؟ اللي أنا جايبها من الخط. رقم ثلاثة، بنوجد قيمة مين؟ قيمة تي. أنا جبت التي، أرجع رقم أربعة نعوض بالتي في الصورة البارامترية، نوجد إحداثيات نقطة التقاطع. يبقى أنا عندي أربع مراحل لإيجاد، أربع مراحل تحت بعض كده لإيجاد نقطة تقاطع خط مستقيم مع مستوى. الأول أحط معادلة الخط المستقيم على الصورة البارامتريك، أعوض من الصورة البارامتريك في معادلة المستوى، يعني بشيل إكس وواي وزد في المستوى وأحط أحطهم بدلالة الصورة البارامترية اللي أنا جبتها من معادلة الخط. طيب رقم ثلاثة، أوجد قيمة مين؟ أوجد قيمة التي. بعد ما جبت قيمة التي أرجع تاني في الصورة البارامتريك ديت أجيب الإكس والواي والزد، هما دول إحداثيات نقطة التقاطع. طيب لازم الكلام ده نوضحه بمثال، لازم نوضح الكلام ده بمثال. بيقول لي example، find the point، find the point of intersection of a straight line M، مديني خط خط مستقيم M اهو مديني معادلته، خمسة إكس ماينس واي بلس سي زد بلس إن إيكوال زي. يبقى هو عاوز نقطة تقاطع الخط المستقيم مع مستوى، مديك معادلة الخط المستقيم إم ومديك معادلة المستوى. شوف الحل بعمل إيه؟ سوليوشن. ستيب 1،
الخطوة الأولانية بحط معادلة الخط المستقيم ده في الصورة البارامترية أو x minus 1 على 3 بتساوي y plus 2 على minus 2 بتساوي z minus 4 على 4 equal ايه؟ equal t. وابتدي اجيب ال x. اذا x equal 3t plus 1 واجيب ال y minus 2t minus 2 واجيب ال z 4t plus 4. يبقى ادي الصوره البارامتريه للخط المستقيم. جبت x و y و z بدلاله ال t. ستيب 2 خطوه رقم 2 بدخل بالصوره البارامتريه دي في معادله المستوى. يبقى اذا 5 واشيل ال x واحط 3 t بلس 1 ماينس اشيل ال y واحط ماينس 2 t ماينس 2 بلس 3 واشيل ال z واحط 4 t بلس 4 بلس 10 ايكوال 0. يبقى انا عندي ادي 15 t بلس 5 وعندي بلس 2 t بلس 2 عندي زائد 12 t زائد 12 زائد 10 ايكوال 0. تلاحظ في المعادله مين المجهول؟ التي. المعادله دي كلها في مجهول واحد اللي هو التي. هتلاقي التي طلعت بكام لما تفك المعادله ديت؟ اذا هتلاقي التي طلعت بسالب واحد. امتى؟ التي هنا تطلع بسالب واحد. الخطوه رقم 3 حط التي سالب واحد في البارامترك 4 في الصوره البارامتريه اللي هي بما ان اكس بتساوي 3 تي زائد 1 وواي بتساوي ناقص 2 تي ناقص 2 و زد بتساوي 4 تي زائد 4. هشيل كل تي هنا واحط سالب 1. يبقى اذا الاكس بتساوي 3 في سالب 1 زائد 1 يبقى بتساوي كام؟ سالب 2. طيب والوار بتساوي سالب 2 افتح قوس سالب 1 سالب 2 يبقى دي هتديله 0 لان دي هتدي موجب 2 وسالب 2 بتدي 0. طيب والزد بتساوي 4 افتح قوس سالب 1 زائد 4 يبقى بتساوي ايه؟ 0. اذا the point of intersection is يبقى نقطة التقاطع سالب 2 و 0 و 0. هي دي نقطة تقاطع الخط المستقيم مع المستوى. يبقى تاني هراجع معاكم خطوات ايجاد نقطة تقاطع خط مستقيم مع مستوى. هديك معادلة الخط وهديك معادلة المستوى. بروح جاي حاطط معادلة الخط المستقيم في الصورة البارامترية اللي هي الدلالة تي يعني تساوي الصورة السيمتريك دي بالتي. واجيب اكس بدلاله تي وواي بدلاله تي وزد بدلاله تي. يبقى جبت اكس وواي وزد بدلاله تي دي من معادله ايه؟ من معادله الخط المستقيم. اروح واخدها وداخل بيها على معادله البريك هشيل اكس واحط قيمتها البارامتريه واشيل واي واحط قيمتها البارامتريه واشيل زد واحط قيمتها. المعادله دي كلها في مجهول واحد اللي هو التي اللي هو طلع بسالب واحد. اروح راجع تاني بتيجي سالب واحد واحطها هنا اجيب الاكس اللي طلعت بسالب 2 واشيل التي هنا واحط سالب واحد
هتدي موجب 2 وسالب 2 تدي الواي بزيرو، واروح جاي شايل التي هنا وحاطط سالب 1 يبقى سالب 4 زائد 4 بزيرو. يبقى احداثيات نقطه التقاطع سالب 2 بزيرو بزيرو. ودي كانت اخر حاجه معانا في المحاضره السادسه.